على القبط دائما، واش الوصفات اللي خدينا تصلح لي بيبي؟ انا جانا سؤال. لي بيبي هو زيت زيتون نشربوا لهم معلقه صغيره وكل ساعتين، وندير لهم حقنه زيت زيتون من اللور، حقنه سيرجيه مهمه جدا. اما الوصفات الاخرين نخليهم غير الكبار. نعم، حيت مع الزعتر صعيب على الصغير والشيح. نعم. هذوك كلهم صعبين عليه. دائما على صفحتنا ندى كتقول واش ان بيبي كي ان نو اي كاتخ موا يقدر يدير له ساعات النحل على الشوف واش كيعطي النتيجه على لا ميوش. عندي بنيته عاد تبعت عندي عندها سنتين، تزادت عميه وبفضل الله خرجت من العمى من بعد 7 شهور ديال العلاج. ومن العلاج لساعات النحل. نعم، إذا عام وربع شهور ماشي مشكل، ما كاينش مشكل. حتى 3 شهور ما كاينش مشكل. غير هو ملي تيكون عنده 3 شهور مو تتقرص الدوبل تاع الولد. تيهاب، اشنو تقدر تنصح بالكريم؟ أول شيء اللي ننصحه هو ياخذ قشور الرمان نص معلقة صغيرة، يدير مع شوية الماء مغلي ويصفي، ومعلقة العسل تسعد 3 مرات في النهار. نعم. باش نعالجوا القرحة ونتعالجوا حتى إلا كان شي التهاب. نعم. وهذا اساسي. حصلت عيدي لساعة النحل جهه القرحه فين كاين الالم غالبا فوق السره جهه فتحه المعده، غيدير واحد 3 حتى 5 د النحلات ناريه نهار لا 3 شهور ما نهضروش ما نتكلموش، ويتصل بنا كل شهر يعطينا خبر كي غادي الامور. نعم، راه ملي قال لك السي عبد الكريم ما نهضروش ما نتكلموش يعني نتبعوا الوصفه ماشي ما تهضرش هي. الوصفه سيخدم بالمقادير ديالها ديالها والحيويه. نتهنى من هذه القرحه. نعم. علاش غادي نخليوها هذه المده كلها. نعم. مع المعاناه والعياء؟ لا. نعم. ان شاء الله نتغلبوا عليها. معنا دائما جوج سؤالات عافاك. مرحبا، تفضلوا. انا بنتي كنت درت لها واحد العمليه على البصران. ما كانتش كتخرج، ودرت لها العمليه في 2011، دابا حنا في 2017. وعافاك ما كتحبسش. الاسهال ديما الاسهال. شحال في عمرها دابا؟ ودابا راه عندها طلعت 10 سنين، درت لها ملي كانت عندها 4 سنين في 2011. هي؟ ايوا. سؤال ثاني؟ نعم. والسؤال الثاني، امي عندها ليباتيت سي. نعم. دوزات عليهم وشويه لاباس، ومع دابا غادات غتمشي للحجز وخافت، شي كيقول لها عندك سخونيه ما تمشيش بزاف ما هذه. باقا كتاخذ الدواء ديالها؟ لا، الدواء صافي ملي دارت تحاليل قال لها صافي، ولكن دار معها دابا حتى شهر 8 عاد تجي دير واحد التحليله. نعم. الكبيره. نعم، الثاني. واضح. سؤال اش من دواء دارت الحاجه؟ بدون ذكر الاسماء اكيد ما غاديش. اش من نوع؟ يعني كتشربوها مره في الليل. باش يهبط لها الفيروس. اييه. نعم، واضح. سؤال؟ اذا صافي جوج بواطات ديال الفانيل كتشربها. نعم. اذا غتبقى معنا. المشكله هي عندها البروده، وحيدوا لها الدواء ديال البروده. نعم. البنيته اش المرض اش سماوه؟ وكان ما قطعوا لها الطفل من المصران. والو، المهم كان عندها كانت ما كتخرج. نعم. بقينا في السبيطار شهرين كنديروا غسلوا لها بالتيو وداك الشيء، فالعاود داروا لها عمليه. نعم. دابا ولا العكس، يعني ولا عندها الاسهال. نعم. كبير. نعم. غسلوا لها منه. وشويه ومن هذا عاوتاني هما يديروا لها العمليه. ما عرفتش، شي كيقول لي راح يدوا لي الخاتم، كل واحد بنادم، شي كيقول لي خاصك تعاودي العمليه. حرت دابا حاليا. انا نبيله، واش ديتيها عرضتيها على اخصائي بسبب مشكل الاسهال؟ اي راني متبعه ليها في السبيطار. نعم. ديما فين ما كنمشي دابا تتقول لي تتكبر. نعم. دابا ملي داروا لها العمليه ما داروا لها شي بوشيطا ولا شي داك خنشه؟ لا، ما داروش لها البوشطه، بقينا ناعسين عندهم شهرين كنغسل لها بالمصران، كانوا غيديروا ليها بوشطه من الجن. نعم. واضح. سؤال كنظن. كنشكرك نبيله من الدار البيضاء، غتبقاي معنا باش تاخذي الاجابه ديالك. سؤالها الاول، البنت ديالها اللي عملت لها عمليه على المصران في سن 4 ديال السنوات، كان عندها مشكل القبض، كتقول حاليا عندها اسهال يعني بشكل مستمر. انا غادي خسر لابد شويه الزعتر. نعم. 4 معالق صغيره مع كاس كبير. 10 سنوات. نعم. 10 سنوات مع كاس الماء مغلي، ودير مع معلقه العسل الحره السدره 30 غرام غذاء ملكات في الكيلو. إيه؟ وحبوب اللقاح نص معلقه كبيره. نعم. اذا غدير كاس كبير الماء مغلي 150 غرام، دير فيه شويه الزعتر وتصفيه 4 معالق صغيره، ودير معلقه العسل الحره ديال السدر في 30 غرام الغذاء في الكيلو، وحبوب اللقاح نص معلقه صغيره او 2 معالق صغارين،
تخدم سبعه د المرات نورمالمون التجربه اللي عندي مع الوليدات في هذا النوع من المشاكل او المشابه ديالها بحال المشاكل ديال الجلوتين، مشاكل ديال الكرون، مشاكل ديال الجروح المصران، مشاكل ديال حين تعفنات مختلفه، هنا تنعاودوا نبنيو المصران من جديد وجديد والوليدات بدات تتقوى بشكل افضل. نعم. اذا هذا اسلوب اللي تسجلوا ان شاء الله ان شاء الله وترد علينا الخبر. اما السؤال الثاني كيخص الام ديالها اللي كانت كتعاني من الهباتيت سي، حاليا الحمد لله ما بقاش عندها المشكل، لكن كتقول انها مقبله ان شاء الله باغا تمشي الموسم ديال الحج وكتخاف، كيقولوا لها الناس تما كاينه السخونيه، واش هذا الشيء يقدر ياثر عليها في المشكل ديالها؟ هو اول شيء الناس كلهم اللي عندهم الهباتيت وخداو الدواء او ما خداوش الدواء، زيت زيتون على الريق اساسي، حيت فهمت اللي خدا الدواء من بعد 6 شهور تيوقع مشكل في الكبد. وهادشي كل الطبيب غادي يفسروا لكم يوضحوا لكم، يعني نعطيوها غير روتين التقارير باينه منين تكون تما ان شاء الله شنو تاخذ زيت زيتون على الريق هنا وتما وعلى مدى الحياه حتى تبقى الكبد في الحمايه. ثانيا تحيد الحيواني 100% مزيان، وماكلتها تكثر لي التمر اللي ما عندهاش السكري، وتاخذ ديما عصير البصله مع الماء مغلي وعسيله وزمزم لي ما شرب له. اذا ماكلتها ما تخلطش، التمر تيخلطوا مع الصهد تيشربوا كل شيء. لا دابا تشرب الماء زمزم تبارك الله راه، ولكن ما تيصبروش. نعم وفي الميلان غايديروا متفقين، وغالبا تيكون مخطفه على الماء وحسب لي كونديسيون ديال الميلان، واش لي كونديسيون فيها الوقايه كثير فيها الحمايه فيها، حيت كاين اللي ما تياخذش الوقايه كافيه. نعم. ومع الصهد فتمشي تعمل بهذا النصيحه وتاخذ الوقايه ديالها كامله، ما تخلطش الماكله ديالها، ما تاكلش ماكلتهم، تاخذ حاجه خفيفه وان شاء الله بالشفاء وحاج مبرور وسعي مشكور. الله باذن الرحمن مشكور. نشكر الدكتور العلوي الله يجازيه بخير. مرحبا. غير سمحوا لي حتى انا دابا في الخدمه ما عندي كيفاش من حيد من هنايا المقطع ديالي، غير سمحوا لي. نعم ماشي مشكل، تفضل سميه. الله يجازيكم بخير. بغيت نسول الدكتور العلوي، عندي واحد المشكل في كرشي، يعني حسب كرشي منصفه. اها. مشيت عند الطبيبه ديال النساء. نعم. في الوالده وما سائل الى اخره. عطاتني شي الدواء اللي استعملته، باقي عندي المشكل على حساب الوالده، يعني باقي كيلزم معايا شي المايضه الصفار وهذه. المهم استعملت الدواء ديالي باقي هيداك، ودابا مشكله كرشي منفخه. نعم. مشيت عند الطبيبه ديال الامعاء والمفاصل، الامعاء ديال الجهاز العصبي. اييه. وعطاني، المهم قال لي عندك شويه ديال الشحمه تحت قبضه الوالده. الشحمه حدا الوالده. عندي كره او شي حاجه بحال هيدا، ومين مشيت عند الطبيب قالت لي ما عندك حتى حاجه، مشيت عند الطبيب ديال الامعاء. نعم. قال لي عندك شويه ديال المصيرنات ديال الجلسه المصارن. يعني قال لي عندك شويه ديال الشحمه قبل الوالده. دابا انا بغيت نستشير مع الدكتور شنو بغينا نقدر مثلا نعمل. نعم. هذه الانتفاخات اللي عندك سميه واش غير كتشكل لك ازعاج او حرج، او لا عندك معها الم؟ ليه صراحه الالم ما عنديش الالم. نعم. انا عندي المشكل ديال الافراز ديال الوالده. نعم. المصارن يعني عادي يعني كيحرقوني عادي، الحمد لله ما عنديش القبض ولا شي حاجه. عندك لها سؤال؟ انا قلت لك منين مشيت عند الطبيب ديال الامعاء قال لي هادشي اللي قال لي عندك مسير نصفيه وشويه للقلب، وعندي ديك الشحمه اللي قبيله الوالده. واش هادشي خديتي له تصور؟ عندك لو دياغنوستيك؟ عندك الفحص مكتوب؟ التقرير مكتوب؟ خذ التقرير، خذ التقرير، حنا غادي نتبعو، حاول تاخذ التقرير وحنا غادي نتبعو. التقرير لا ديال الطبيبه ديال امراض النساء، لا اختصاصي ديال الجهاز الهضمي. وانا بغيتك تتبع واحد الوصفه نعطيها لك دابا شويه، وغادي تتبعها وغادي لي دي كونترول كل 5 الاسابيع. والتقرير ضروري باش يكون عندنا نعرفوا البدايه ديال العمل شنو هو، وعلى اساس نعرفوا كيف نتابعوا العمليه. نعم. وما في هذا تشوف راي ثالث، ربما اخصائي ثالث اللي باش تتاكد، ولكن مع التقرير فعلا واش المشكل باش يكونوا تنشتغلوا. نعم. اشتغلوا على بينه وعلى حاجه ثابته باينه معلومه محسوسه ملموسه. غتبقى معنا، غتبقى معنا سميه، لان غنعطيوها ضروري يعني حل للمشكل مما عملت الفحوصات اللازمه. نجاوبوا سميه استاذ. هاد السيده يلا. اذا اللي تنصحك به غتاخذ عصير البصله جوج معلقات كبار مع كاس كبير ديال الماء مغلي، ولا بد من العسل الزقوم او الدغموس معلقه كبيره، غدير فيه غذاء ملكه تقريبا 60 غرام في الكيلو، تخلطهم مزيان، تاخذ منهم معلقه، تخلطهم مع الماء وعصير البصل جوج معلقات كبار. نعم. سبعه د المرات، وتاكلي الخضر كثير، علما انه برو كرفس معدنوس عصير، او ديروا مع الصبه مع ليشو، تاخذهم جوج مرات في النهار، غادي ينفعوك كثير. والطاجين ديال الحوت ديالك ما عندكش مشكل، عطي لي هذا بوندون 6 موا ياك 6 شهور، وغادي لي دي كونترول كل 4 حتى 5 الاسابيع، ولا بد من التقرير الاولي هذا اللي درتي قبل ما تبدا العلاج، والتقرير
كل 5 اسابيع باش نعرفوا النوع ديال ديك الشحمه. نورمالمون هاد النوع من الشحمه تذوب، فقط خصنا نعرفوا حتى النوعيه ديالها شنو هي. نعم ان شاء الله ما يكون باس، واعطينا خبر ان شاء الله.